أكد صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء، أكد استمرار الدعم للأنشطة الاقتصادية ذات القيمة المضافة التي تساهم في رفض النمو الاقتصادي والاستثمارات في مملكة البحرين. وأشاد سموه لدى حضور حفل الاستقبال الذي أقيم بمناسبة افتتاح مؤتمر إنفست كورب للمستثمرين بما تقوم به المؤسسة المالية العالمية من أنشطة نوعية اكتسبت الثقة على مستويات إقليمية ودولية، معربا سموه عن اعتزاز مملكة البحرين بأن تكون مركز أنشطة إنفست كورب العالمية. وأشار سموه إلى ما توليه مملكة البحرين من اهتمام متواصل بتوفير عوامل الاستدامة للبنية التحتية الاقتصادية عبر التشريعات والتسهيلات التي من شأنها تحفيز وتيرة الاستثمارات ومواكبة جميع المتطلبات والمتغيرات في هذا القطاع. وقال سموه إن جميع الأجهزة المختصة بالمجالات الاقتصادية من هيئات حكومية ومجلس التنمية الاقتصادية تعي مسؤولياتها وتقوم بمتابعة كل ما من شأنه تعزيز المعطيات والأسس التي تدعم النشاطات الاقتصادية بمختلف أنواعها. من جانبه معرب السيد محمد العارضي رئيس مجلس الإدارة التنفيذي والسيد الشروقي الرئيس التنفيذي المشارك لإنفست كورب والسيد ريشي كابور الرئيس التنفيذي المشارك عن شكرهم وتقديرهم للدعم المتواصل الذي يقدمه صاحب السمو الملكي ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء لدعم المؤسسات المالية والمصرفية في مملكة البحرين، ما أسهم بشكل ملموس في توفير العوامل المشجعة لتنامي أنشطتها.